يسأل عن قوله تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا الآية، يسأل بارك الله فيكم يقول نرجو بيان معنى هذه الآية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآية لها شبيهات كثيرة في القرآن الكريم، منها يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، ومنها قوله تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. فالإنسان يوم القيامة يمكن أن يرى عمله مثل ما نشوف الآن الكاميرات عندنا. أليست الآن الكاميرا عندنا إذا أنكر السارق يجيبون يقولون شوف أنت إذا ماشي منا بلى رحت من هنا واضح سدى نعم. قدرة الله فوق قدرة البشر سبحانه. فيوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة ما يضيع منه شيء أبدا، وما عملت من سوء أيضا تجده، وما عملت من سوء تجده أيضا. والله تعالى يقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل. ما هي أصغر منها؟ أتينا به. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فيوم القيامة لا يخاف أحد أنه يضيع من عمل الشيء أبدا، لا زيادة في السيئات ولا نقصا في الحسنات، جميع مالك سيصلك عند حكم عدل لا تخفى عليه خافية. يعني وصف نفسه بالعدل وألزم نفسه بذلك، قال وما ربك بظلام للعبيد أبدا. ما رب العالمين ما فيها عدل منه يا إخواني. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 حسنة إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بسيئة واحدة لا، بل السيئة تمحى بالتوبة والاستغفار والحسنات بعدها، إن الحسنات يذهبن السيئات، والصبر على المصائب ورحمة رب العالمين الحسنات ما تمحى إلا الشرك هو الذي يحبط الأعمال، أو بعض الذنوب مثل الذين يبطلون صدقاتهم بالمني والأذى ونحوه، إلا بالحسنات أبدا ما تمحى. نعم.